بسم الله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزول الزول في الله. كنت خوتي خواتاتي في قناتكم حلويات إليانا غاتو الزول في الله، وخواتاتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارككم بهذه الوصفه، يعني الحشو تاعها كراف 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 بنين. هذه اصلا درتها على حروسه للعيد ان شاء الله، وان شاء الله راح تنال اعجابكم. نقولوا بسم الله. هنا ديت 250 غرام مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، ضفت لها 2 حبات بيض، وضفت لها كاس الا ربع سكر ناعم، تقدروا تروحوا حتى نصف كاس سكر ناعم وتغربلوه. وضفت لها هنا نص كوب زيت، يعني سمحوا لي الزيت ما بانش كي ضفته له، ضفت له نص كوب زيت. لازم تضيفوا له الزيت، تخرج هايله هايله وهشيشه. تخلطوا مليح مليح المقادير، ومن بعد رحت لازم تحصلوا على خليط يكون طري 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 كي من هذا، يعني كريمي. ومن بعد ضفت لها هنا نص كوب نشا، يعني نص كاس مايزينا، وضفت لها 3 ملاعق تاع 3 غرام تاع خميره كيميائيه، او ما يعادل نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه. ونبقى نضيف في الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه الصابلي العاديه كما راكم شايفين هنايا. نبقى نخلط مليح حتى نتحصل على عجينه الصابلي. بعد ذلك راكم شايفين القوام تاعها ما شاء الله، هذه هي عجينه الصابلي. هنايا الخطا الكبيره اللي يرتكبوها بزاف، اما يخلوها طريه بزاف اما يبسوها. هذا هو اكبر خطا يرتكب في عجينه الصابلي، واما عجينه الصابلي ما فيها حتى تعقيدات. هنا هادو طوابع شريتهم، يعني شت حاجه جديده شريتهم عجبوني. نتوما تقدروا تقدموا حتى بطوابع قدم، المهم تدوا الفكره البنات. انا دائما المطربسات تاعي نقولهم كي تدوا الفكره اي طابع عندكم في الدار تقدروا تخدموا بها، ماشي لازم تشرو جديد. الفكره هو هذا، نديروا داخله حشو ونزينوه تزيين. كاين ثاني انواع واحد اخرين في السوق، يعني السوق راه معمر ما شاء الله. بعد ما كملت ثقبتهم هكا بالفرشيطه، دخلتهم فرن 180 درجه، لازم يتحمرهم مليح 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 مليح. شوفوا هنا يا البنات، شتو نتفخوا غير حاجه قليله، شوفوا يتنحوا بكل سهوله. حذاري يعني كتلصقوهم، يعني لازم يبردوا قبل، خلوهم يبردوا تماما تماما باش نبداو عمليه المونتاج تاعهم. هنا نبداو، ديت انا شوكولاته بيضاء ذوبتها، ضفت لها 2 ملاعق تاع الزيت، يعني ما تضيبولهاش بزاف الزيت، 2 ملاعق او 3 فقط. وهي سخونه هكا عمرتها في هادو لي بوش جوتابل. هنا حبيت نخدم هادو لي موتيف تاع هذا البابي ترانسفير، ينتبع هكا البنات. هذا فيه 9 × 4، يعني 36 حبه، شريتها ب 25000 هذا البابي ترانسفير. ودروك نخليه يبرد. اما بالنسبه للحشو ديت 250 غرام مارغرين، دروك نكتب لكم المقادير. طريتها مليح، ومن بعد بديت نضيف لها 250 غرام حلوه الترك ولا الشاميه، ومن بعد ضفت لها 4 ملاعق تاع كاوكاو، حمصته مليح 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 مليح، وريحته يكون كونكاسي، يعني شويه رايح للرقيق ماشي خشين بزاف كما راكم شايفين هنايا. وبعد ذلك ضفت لها 2 ملاعق كبار سكر ناعم. يعني هذه الحشوة صدقوني اخواتاتي البنة تاعها حاجة خيالية، ما عندي ما نقولكم عليها. جربوها، لازم تجربوها، باسكو ما نقدرش نوصل لكم يعني التعبير، خاني باش نقولكم الكلمة صحيحة على هذا الحشو. هنا ديت هذاك، شوفوا ندير وحدة فوق وحدة، من تحت درت كريمة الطوفية عادية جدا، ومن بعد هنا حشيتها بكريمة الحلوة الترك، وهنا نعمر كامل هذو الفراغات كما راكم شايفين. ومن بعد كي نكمل كامل ديتهم للمجمد، سلقت حطوهم في المجمد قبل ما تقراصوهم، سينو يجوكم صعاب. هنا شوفوا كنت كل ما نخرج ربعه من المجمد نقراصيهم، نخرج ربعه ونقراصيهم، جاتني طريقه سهله جدا باسكو هشاش. قادرين نتوما تقراصوهم اذا عملتوهم مباشره النص يتكسر لكم، يعني فريمون فريمون هشاش، حاجه من اروع ما يكون. هنا كما راكم شايفين هنا راني نقراصيها بالشوكولاته البيضاء، اي نوع شوكولاته بيضاء تعرفوها مليحه، ماشي شرط لازم نعطيكم نوع، الانواع راهي كثيره في السوق، كاين الغالي كاين في متناول الجميع. خرجوا ثاني وحدين ملونين بالاذواق وبالالوان، لكن غاليين جدا جدا، 100 غرام وقيله ب 25000، يعني حاجه باهظه باهظه الثمن. هذو تقدروا ديروا لهم اللون، تقدروا ديروا لهم اي حاجه وعادي جدا، وهذا كيبقى اختياري البنات. يعني هنا ها هو هذاك الموتيف تاع الفيريروشي، راني يعني نحيتهم هكذا، يعني برا في الكوزينه ما ديتهم لا مجمد لا والو. ومن بعد هنا شوفوا ندير لهم هكا شويه خطوط بالشوكولا البيضاء، ومن بعد نلصق فوقهم هذوك لي موتيف تاع الفيريروشي
كتزيين فقط. حبيت فقط نضيف لكم هنا إضافة البنات، تخلوهم يبردوا ومن بعد زينتهم باللماع الفضي. شوفوا الشوكولا كما ديروهاش اللماع الفضي تبان الفرق، يعني شوفوا تبان باهتة. ها هو اللماع الفضي، هذا اللي يجي بودرة، هاني وريته لكم هنايا. شوفوا هنا، شوفوا الفرق بين هذه الحبة والحبة الزوجة، كي شوفوا التصويرة هي اللي تبين الفرق اللي يعني حابة نهضر عليها، فرق تاع بصح. شوفوا كي ديروا لها وما ديرولهاش هذاك اللماع الفضي. هذه يا اخواتي كما تعرفوني نحاول كل خطره نجبد لكم حاجه جديده، نعطيكم اي حاجه ولو بسيطه نحب نوريها لكم. هذه هي الوصفه من اروع ما يكون، ان شاء الله تنال اعجابكم. افودي قرزن اتي حدايين، ان شاء الله فقط تجربوهم والتطبيقات تاعكم، فرحوني بالتطبيقات تاعكم. دمتي متالقه حبيبتي، جيغا كنت لهنا التلويث، ارزي مليليث ان شاء الله.